تتطاير قشور القصب من بين أيادي لاجئات سوريات، يجلسن على تراب الحقل ويعملن في تقشير أكوام القصب المتراكمة أمامهن. يجتهدن لساعات وساعات تحت أشعة الشمس الحارقة ليجنين القليل من المال بهدف توفير لقمة العيش لصغارهن الذين يرافقونهن في مشقاتهن اليومية. بساعد جوزي بالمعيشة مشان نقدر ناكل، وعندي أولاد صغار، يعني إذا ما اشتغلت ما فيني أقدم لهم الحليب الهيك، بتعرفي هالأمور، يعني إنه أجار البيوت غالي غالي كتير، وإذا ما اشتغلنا بيطالعنا صاحب البيت، بيطالعنا من البيت. أشتغل بالقصب منشان بنعيش وناكل لقمة خبز ونعيش أولادنا. نسوان عم تشتغل بالقصب، يعني مضطرين يشتغلوا ليساعدوا رجالهم شوي. اللي عنده ولد عم يجيب له حليب، عم يجيب لحتى يجي يشتروا خبز يشتروا غيره. حتى في عندهم أجارات فوق هذا كله، في عندهم مشاعر، في عندهم أجارات بيوت، كل واحدة مع ولد وولدين حطهم جنبها عم تأشر القصب عم تشتغل بالقصب. هنا تتساعد الأيادي، حيث الكل يعمل كخلية نحل لا تهدأ. فالقصب الذي تقشره النساء ينتقل من مرحلة إلى أخرى بهدف تصنيعه خيماً وستائر صيفية، عمل شاق يتشارك الكل في تنفيذه. النسوان بتأشر القصب، في عالم بتقص تفصل، وفي عالم بتدحل دحل، في عالم بشق القصب، وفي عالم كمان للنسج لحتى تطلع حصيرة مثل ما أنك شايفتي. هجرنا، تركنا بيوتنا وتركنا أهالينا، جينا لهون لاجئين ما بنعرف بالقصب، تعلمنا شغلة القصب، ومصلحة صعبة كمان، فيها مشقة وفيها تعب كثير لحتى فينا نسكج وضعنا ونعيش يعني. وكأن عذاب اللجوء لا يكفي، لتتراكم فوقه عذابات العوز والشقاء، ويتضاعف قهر اللاجئين وبخاصة النساء منهن. اللواتي لا يتعبن من العمل للاسترزاق وتأمين قوتهن وقوت صغارهن اليومي. ميرنا غرزوزي، اليوم على الحرة، بيروت.